شايفهاليش يا دكتور وليد، ومش عارف مين يتفق معايا ولا يختلف، انه دي الطريقه اللي كان يلعب بيها بوتشيتينو. انا اعتقد انه كان في طريقه تانية، بس السيتي اكبر باريس سان جيرمان على انه يلعب بالطريقه دي. يعني وخليني احط لك، هل باريس سان جيرمان كسب المباراه ولا هل السيتي هو اللي خسر المباراه؟ طيب انا متفق مع دكتور وليد في جزئيه مهمه، وانا ما زلت بتكلم في نقطه. اول حاجه ان بوتشيتينو بقى واحد من 5 مدربين بس في التاريخ اللي عرفوا يكسبوا بيب جوارديولا 4 ماتشات او اكتر في ماتش امبارح. ويمكن هي الفكره انه كان لازم يغير بعض اللعيبه عشان يلعب مانشستر سيتي. ده شفناه بالذات في نص الملعب، كان لازم يبدا بادريسا جانا جه ويبدا جنبه باندر هيريرا وفيراتي عشان يكون عنده لعيبه بتعرف تنزل في نص الملعب، تقدر تامن الوينجين بالذات، ويعرف يعمل كثافه عدديه سواء بالفول باكات مع لعيبه نص الملعب عشان تقفل على اهم نقط عند السيتي الاطراف، لانه في كل الاحوال بيب مش بيعتمد على المهاجم الوهمي، وابتدى انه يصدر او يحط التركيز الاكبر دايما يكون عندي كثافه عدديه في الهجوم، فابتدى يقفل شويه بالطريقه دي. انا مقتنع بنسبه 100% ان بي اس جي امبارح ما كانتش افضل شكل ليه على الاطلاق، وان بيب جوارديولا هو اللي بيصر دايما يلعب بطريقته وساب مساحات، ودي نقطه برضو تحسب عليه في بعض الاحيان. ولكن على الورق الارقام بالمناسبه تنصف بيب جوارديولا وكان الافضل في المباراه. يمكن في كوره بتاعت ستيرلينج ومن ثم برناردو سيلفا، اعتقد دي اسهل فرصه في التاريخ ضاعت امبارح، كانت ممكن تغير الامور بشكل كبير. ف السيتي لو كان سجل الكره دي كانت تفرق جدا مع نتيجه الماتش دي. حقيقة. طيب خلينا نسمع بيب جوارديولا قال ايه بعد الماتش ونرجع نكمل كلامنا. نيمار ميسي بي ندرك أنه من المستحيل السيطرة على ليونيل ميسي لتسعين دقيقة كاملة، لكننا لم نتح له العديد من فرص استلام الكرة، عاد بالطبع من الإصابة ولذلك احتاج إلى استعادة إيقاعه. أعرف حق المعرفة وأدرك أنه لا يمكن إيقافه عندما يندفع ويكون على مقربة من الكرة، ولهذا السبب عملنا على الحد من فرصة قيامه بذلك. أنا راض بالطريقة التي لعبنا بها.